انت هتفضل ساكت كده يا عبد الباري؟ ما تقول اللي اتفقنا عليه. ما كفايه جرس وفضايح يا منى. اهو قلبك الطري ده هو اللي هيسوحنا. انت يا اخي امك هتروح في داهيه. السيد القاضي، عندي اتهام جديد لم ياتي به الاوائل. اعقل يا عبد الباري، هتقول ايه تاني؟ انت كده هتوديني في داهيه. وانت يعني بالقواضي اللي رفعها عليا دي هتوديني فين؟ الميريلاند؟ جرايه يا اساتذه، هي المحكمه ما لهاش كبير ولا ايه؟ انجزوا او جزوا، مش انجزوا او جزوا. انجزوا او جزوا، اعتقني. ايه يا شوقي، في ايه؟ الواد قرصني جامد قوي. ايه يا شوقي، ما تقفرش، القلب طلع معاك، ما انت عارف القلب تحبك. يلا ايلام، سي سوري انكل شوقي. سوري يا شوقي، معلش. ما بديهاش بقى. لا والنبي يا ماما بلاش دي، ابعدي عني بدل ما ابلعك. سياده القاضي، اللي انت ما تعرفوش ان جوز بنتي ما بيعرفش. النبي ما بيعرف، النبي ما بيعرف يا ام ايمن، والله يا ام حنان ما بيعرف. وخمس ساعات تمهيد وسته موضوع واربعه خلاصه. انا يا وفاء، ولكم حرثنا الارض والقينا بثورا، ولقد لفحتك في الدجا فانفلج. خلاص يا استاذ عبد الباري، انا معايا الاولاد، عيب. لا يا عبد الباري، انت بالذات انا ما اقدرش اقول عليك كده. يا سياده القاضي، ماما كانت تقصد ان عبد الباري ما بيعرفش ينام غير والنور مفتوح. وده معناه يا فندم اهدار للطاقه وبعزقه في العدادات، ويا ريته بيدفع. معلش الجرد اللي موافق من عندك. عيني يابا، خد. ودي فواتير الكهرباء بتثبت كلامي. مظبوطه.